خديجة ميمتو انت كتصيبي أرقان؟ يا شي عام هذا دابا عام. شنو تقدري تقولي لنا على أرقان اللي كتميز به الصوارة؟ هو أرقان مزيان، مال أرقان مزيان، بديت تمشى شوية مع النصارى ومع المسلمين في العطلة. دابا الوقت واقفة شوية. دابا فين منين البلاصة اللي كيكون فيها أرقان هنايا فين كاينة؟ الشجر على برا العربية فيها الشجر، تمشي للخطوب يجيبوه الدار ويتفيشوه ويدقوه ويحمروه، عادي طحنوه عادي يقلوه عادي طحنوه عادي يخرجوا منه الزيت. شنو هي الفوائد ديالو؟ نتوما كنتو كتستعملوه شحال هادي؟ منين مزيانيه حنا ديما حنا في بلادنا. شنو هي بلادكم؟ بلادنا جيت مسكرة، تنستعملوه في الطاجين، في الكسكسو، في السلاطة، في كلشي. الحوت، الطاجين ديال الحوت، كلشي هو مزيان، كلشي أرقان مزيان في كل شيء. ديال الجميل بيض تيشدوه يحمر، ما تيحمروش ديال الجميل، تيطحنوه بيض تيعصرو ديال الجميل لوجيه. هذا الشيء اللي فيه أرقان صافي. زيت البيض تيصبوه في الماكينه، وديال الماكله تنصبوه في الرحام. ودابا شرحي لنا كيفاش كتصايبوه من الاول حتى الاخر. قلت لك دابا تنجيبو الزنين ياك، تنشرو الزنين تنجيبوه تنحمروه في المقله. حيت تنحمروه في المقله تنطحنوه بحال هكا تيسير امن، وتنعصروه مع العصير تنديرو الزيت في القرعصه. صافي كتصفيه. صافي صافي الزيت تنديروه الزيت. شحال ديال الوقت خصك باش تصايبي زيت قرعه؟ دابا شي 3 سوايع هكا. 3 سوايع تخرج القرعه. 3 سوايع ديال الطحين. داكشي علاش هو غالي. ساعتين ديال العصير، هي 6 سوايع باش تصايبيه هو كامل. 3 سوايع الطحين وساعتين ديال العصير. هو راه واعر بزاف. واعر كلشي بنيتي، واخا ربي تيطيح لك حتى في الرحه واعره وكلشي واعر. دابا هاد الرحه ما كناش كنشوفوها بزاف. لا لا دابا عادي تعاود. كنديرو بها شحال هادي؟ كنطحنو بها الشعير، تطحنو بها الزميطة، تيديرو بها تيطحنو بها الدقي ديال الدار اللي تيطيبو. دابا لا، دابا عادي طحنوها في الماكن. دابا هادي تطحنو بها الزنا صافي. ولكن انتي واقيلا مولفة هادو. مولفينا في البلادية، مولفينا. كديري اللوز هنا؟ لا، بصح اللي بارد في الليل. شوية بديك الباب.